ثمنت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الاستشاري المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي حفظها الله التوجيهات الملكية السامية والمتمثلة في وضع وتنفيذ مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء عبر تخصيص مواقع للاستزراع السمكي والإنتاج النباتي ورفع نسبة الإنتاج المحلي وتطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية والحفاظ على خبرة أصحاب العاملين من ذوي الدخل المحدود في هذه المهن، مؤكدة سموها في هذا الصدد حرص المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي على دعم هذه المبادرة ومتابعة نتائجها. ونوهت قرينة عاهل البلاد المفدى بزيادة الملحوظة في التوجه نحو الاستثمار في المجال الزراعي ومشاريع الإنتاج الغذائي بكافة أنواعها، داعية سموها إلى ضرورة استدامة هذه المشاريع وتطورها في المستقبل القريب، مثمنة في هذا الخصوص دور الجهات في دعم هذه المشاريع التي تساهم في تحقيق أهداف المبادرة والمتمثلة في توحيد الجهود بين مختلف الجهات المعنية بالقطاع الزراعي وتذليل أي صعوبات تواجه العاملين فيه، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار الزراعي إلى جانب تشجيع استخدام أحدث التقنيات الزراعية ودعم الدراسات العلمية ومتابعة تنفيذ برامج توعوية لنشر الممارسات الزراعية السليمة. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للدورة الثالثة للمجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي الذي عقد برئاسة سموها حفظها الله صباح اليوم الأربعاء بمقر المجلس الأعلى للمرأة بالرفاع. وخلال الاجتماع رحبت سموها حفظها الله بأعضاء المجلس الاستشاري في الدورة الثالثة، متمنية سموها للجميع دوم التوفيق والنجاح في دعم المبادرة لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها. واستمعت سموها لشرح مفصل من الدكتور عبد العزيز محمد عبد الكريم الوكيل المساعد لشؤون الزراعة حول محاور الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، كما قدمت سعادة الشيخة مرام بنت عيسى الخليفة الأمير العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي عرضا موجزا حول أهم أعمال المبادرة خلال الفترة من 2016-2019، ومن أبرزها التركيز على مشروع هورة عالي باعتبارها مشروعا زراعيا متكاملا وتطوير سوق المزارعين الدائم بالهورة والذي تم تحديثه من خلال تدشين حديقة ملحقة بالسوق تم إنشاؤها بموجب تعاون مثمر بين المبادرة وعدد من مؤسسات القطاع الخاص إلى جانب تطورات العمل في مركز الحاضنات الزراعية وإنشاء البيوت المحمية، كما تم استعراض آخر المستجدات بشأن معرض البحرين الدولي للحدائق والذي يقام في مارس المقبل وجائزة الملك حمد للتنمية الزراعية.